السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محبين آية. اليوم الفيديو اللي حبحكي فيه قصة عن سيدنا حاتم الأصم. سيدنا حاتم الأصم رجل من السلف الصالح، طلب العلم على يد علماء عصره ما يقارب 30 عام، فحقق العلم والتقوى والتوكل، وهو القائل: حققت التقوى بأربعة. أولا، علمت أن رزقي لا يأخذه أحد غيري فاطمأن قلبي. ثانيا، وعلمت أن عملي لن يتقنه غيري فعملت به. ثالثا، وعلمت أن الموت يطلبني فأعددت العمل لذلك اليوم. رابعا، وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني الله على معصية. وفي أحد الأعوام اشتاقت نفسه لأداء فريضة الحج، وكان من حوله يقولون أمامه: سنذهب إلى الحج. وهكذا صار يحاكي حاله ويناجي ربه: طيب أنا والله مشتاق للحج وما معي النفقة، لا للفريضة ولا لأهل بيتي. وقرب وقت الحج، أصابه حزن وهم لشوقه إلى بيت الله وزيارة الحبيب المصطفى، وصار يبكي بكاء شديدا. وشافت حاله بنته الصغيرة وقالت لأبوها: ليش عم تبكي يا أبي؟ قال لها: موسم الحج أتى يا ابنتي. قالت له: ليش ما بتروح؟ قال لها: النفقة. قالت له: بيرزقك الله. فقال لها: وانتو مين بيصرف عليكم؟ قالت له: الله بيرزقنا. قال لها: اسألي أمك وأخواتك. وراحت لأمها وأخواتها قالت لهم: مين الرزاق؟ قالوا لها: الله. وأبي؟ قالوا لها: المرزوق، الله يلي بيرزقه. قالت لهم: ما دام الرزاق الله، خلي أبي يروح على الحج، ما نكون شايفين حزنه وهمه، بلكي الله بيفرجها علينا وعليه. وبالفعل البنت أخذت موافقة كل العيلة، وبنفس اليوم عد العدة للحج ومشي وراء القافلة ومشي وراء قافلة الحج، وما خلى لأهل بيته إلا مصروف 3 أيام هذا يلي بيملكه من الدنيا. وبالطريق لمكة قدر الله وعقرب يلدغ أمير القافلة، وتألم الأمير كتير، وصار الناس تقول أنه خلف القافلة معنا رجل صالح، نادوله ليرقي الأمير. وبالفعل نادوله، وفعلا سيدنا حاتم رقى أمير القافلة والله شفاه. وقال له أمير القافلة: رحلتك، يعني نفقة الرحلة تبعك إلى الحج، ذهابا وإيابا على حسابي. هون سيدنا حاتم استبشر بالخير وقال ودعا الله: اللهم هذا تدبيرك لي، فأرني تدبيرك في أهل بيتي. هون طبعا صلهم 3 أيام وصرفوا النفقة يلي معهم، وصاروا يلوموا البنت الصغيرة يلي قنعتهم بروحة أبوهم على الحج ويبهدلوها، وهي عم تضحك وتقولهم: ذهب أكل المرزوق وبقي أكل الرازق. وما في كم ساعة باب البيت بيندق، فقالوا: مين؟ فقال: أمير البلاد يستسقيكم. قالت الزوجة: سبحان الله، نحن جوعانين وأمير البلاد بده يشرب مي من عنا. حضرت له جرة ماء نظيفة وعبت له فيها ماء عذب وعطته إياها من وراء الباب. شرب الأمير وقال: الحمد لله. قال له: بيت مين هاد؟ قال له: بيت حاتم الأصم. قال له: بيت الرجل الصالح؟ قال له: نعم. قال له: الحمد لله الذي سقانا من بيت الصالحين. قال له: قال له للوزير: نادي حتى نجازي، أرهقتنا رحلة الصيد وقدر الله أنه نشرب من بيته. فقال الوزير للأمير أنه في الحج. خلع الأمير حزامه المرصع بالجواهر ورماه في بيت حاتم، وقال لوزرائه: من كان منكم لي عليه يد، أي يحترمني، فليفعل صنعي. فخلعوا جميعا أحزمتهم ورموها في بيت حاتم. ثم قال أحد التجار:
أنا أشتري الأحزمة بمبلغ كبير واشتراها ودفع المال لأهل حاتم ورجع الأحزمة إلى الأمير ووزرائه، وصار بيت حاتم الأصم من أغنى البيوت. فرحت الزوجة وأولاده وطار عقلهم من الفرح، إلا الصغيرة قالت لأمها وأخواتها: عبد من عباد الله نظر لكم نظرة فغير حالكم. كيف إذا الله نظر لكم؟ اللهم انظرنا بعينك التي لا تنام وبسلطانك الذي لا يضام. اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم رد التائهين والتائهات إلى دينهم ردا جميلا. اللهم أنت ولي ذلك والقادر عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.